ثنائية وسط الملعب، وانت طبعا كنت لاعب وسط ملعب سابق، وعايزك تقيم لي وتكلمني حتى على حتة الثنائية اللي عاملها بشكل لافت للنظر، السولية وحمدي فتحي. لا، عاملين ثنائية روعة بصراحة، من كتر ما هم لعبوا مع بعض، أو من كتر ما هم كانوا في الملعب مع بعض بقى فاهمين بعض. يعني مثلا السولية خلاص طالع من غير ما يتكلم، أنا طالع حمدي واقف، حمدي بيزيد، السولية بقى واقف، الاتنين طول ما الاتنين جنب بعض على طول وفاهمين بعض بتبقى الأمور أسهل، غير لما كل شوية بتغير واحد. طول ما الاتنين فاهمين بعض وعلى طول بيلعبوا جنب بعض بيبقى الأمور من غير كلام، الأمور بتبقى ماشية كويسة. أنا طالع، أنت بتقف، أنا واقف، أنت بتروح، يعني من غير ما نتكلم الواحد بيبقى فاهم اللي جنبه بيفكر في إيه. ده على مستوى اللعيبة فاروق، على مستوى الإدارة الفنية، إدارة موسيماني في الفترات الأخيرة أنت شايفها إزاي؟ ورؤيتك كلاعب سابق عندك خبرات كبيرة ولعبت في النادي الأهلي، إيه رأيك في موسيماني في الفترة الأخيرة؟ في الماتشين اللي هما قبل إمبارح دول، يعني حسيت كده تغييراته اتأخرت شوية، بلعب مع فرقة أقل مني في المستوى اللي هي سيمبا، وهم كسبانيني وأنا بلعب بخمسة في نص الملعب، أنا عايز أكسب. طب أنا بلعب بخمسة ليه؟ أنا يعني أنا استغربت الموضوع ده، لأن أنا بنزل اتنين بلعب بأربعة ديفندرات صراح، قدامهم قفشة قدامهم فيرويد وأنا خسران، طب ما أنا عايز أكسب الماتش، يعني أحاول أجازف شوية. ما تعتقدش إن هو أكيد أكيد بيسمع التعليقات ديت، وأكيد بيستفيد، أي لاعب بيستفيد من أخطائه، وكمان المدير الفني بيستفيد من أخطائه. ما تعتقدش ان حتى في مباراه طلع الجيش استفاد من النقطه ديت، ان هو رغم الاداء مش مقنع، لكن على مستوى التغييرات كان موفق، وهو لعب بعدد كبير من المهاجمين في فتره معينه، تقريبا اخر 10 دقائق لعبنا بقوه هجوميه بشكل كبير جدا اسفرت عن هدف. انا قلت لحضرتك قبل ماتش الجيش، لكن ماتش الجيش لا، الدنيا مختلفه تماما. انت دلوقتي متعادل 1-1 ومع الجيش بتطلع ديفندر وبتنزل فيروت، يعني انت كنت بتلعب بالسوليه لوحده وقدامك قفشه وبتلعب بفرودين وطرفين، فلا يعني الامور اختلفت. يمكن التعليقات اللي اتقالت او هو زي ما حضرتك بتقول هو استفاد منها وتعلم منها، فبدا يصلح في ماتش الجيش. لما عملت الشكل ده وبدات تجازف، ربنا كرمنا في اخر الماتش وقدرنا نجيب جون وقدرنا نحصل 3 نقط يعني. صحيح.